الرحمن الرحيم روى المتقي الهندي في كتابه كنز العمال، وهو كتاب من الكتب العظيمه في السنه، وعز هذه الروايه الى روايه الدارقطني، والى روايه ابن التاريخ في العساكر من حديث ابي بكر الصديق. جاء رجل الى الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له حاجه، لما قضى حاجته وانصرف قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابي بكر ان هذا الرجل يرفع له كعمل اهل الارض جميعا كل يوم. فقال له ابو بكر: لما ذاك يا رسول الله؟ قال له: انه يصلي علي صلاه كصلاه الخلق اجمع كل يوم. قال له: ولم ذاك؟ قال: يقول 10 مرات صباحا: اللهم صل على محمد عدد ما صلى عليه من خلقك، وصلي على محمد كما ينبغي لنا ان نصلي عليه، وصلي على محمد كما امرتنا ان نصلي عليه. واذا امسى يقول مثل ذلك. لعل هذه الصيغة في الصلاة تكون أحد أسباب الثواب العظيم، وأحد أسباب وصولنا إلى الفردوس الأعلى، وأن يكون الحديث صحيحا إن شاء الله، حتى وإن كان فيه ضعف نعمل به رجاء وإيمانا بالثواب. فمن أراد أن يعمل أن يقول هذه الصيغة احتسابا لهذا الثواب العظيم، أن يرفع لنا كعمل أهل الأرض جميعا أو كصلاة الخلق جميعا للرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم، فنعمل به. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي.